سيد الرئيس محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية بالنيابة في الفترة من 25 جويلية إلى 23 أكتوبر 2019. كيفاش بلغك نباء وفاة الأستاذ الباجي قيس السبسي الرئيس الراحل؟ أنا سمعت بالنهار 24 كونه حالته الصحية مش عادية وكونه وقع نقله للمستشفى العسكري. كنت باتصال مع السيد وزير الدفاع الوطني وكنت مهيئ نفسي نهار 25. في العادة الاحتفال يكون بمشاركة وإشراف معنا مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، وكنا هيئنا الحفلة وبعثنا الاستدعاءات وهيئنا أنفسنا. بطبيعة الحال نهار 25 بالضبط وقع الخبر بتاع الوفاة بتاعه. الشعور الحزن وشعور يعني فك الوقت هذاك كان كبير، لكن تجاوزوا شعور المسؤولية. رئيس معنا توفى ولهذا فما إجراءات دستورية لازم نقوم بها، إجراءات نص عليها الدستور. هو يعني يلزم المحكمة الدستورية هي اللي تثبت معنا الفراغ ويقع علام رئيس مجلس نواب الشعب باش يتولى معنا القيام بالمهام. موضوعنا هو كونه ما عندناش وقتها محكمة دستورية، ما زالت ما تكملتش، فلابد الفراغ هذا الدستوري يلزمنا باش نعمل. كان من أول المبادرات اللي قمت بها هو استدعاء سيد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اللي هو رئيس محكمة التعقيب، رئيس أول محكمة التعقيب، واستدعيت كذلك أعضاء رئيس محكمة المحاسبات ورئيس المحكمة الإدارية، استدعيتهم ولينا نتحدث عن الموضوع. بالطبيعة فما مشكل قانوني، لكن اقتنعوا بأن للضرورة أحكام، ووقع الاتفاق على أن يزبنا معنا مدولهم ما يثبت الوفاة أولا، ومن ذلك يعملوا هما إقرار أو تقرير أو قرار في الشغور النهائي، وهذا ما تم بسرعة. زلنا كي كملنا من الإجراء هذا جاء إجراء آخر، جاني يعني رئيس الهيئة مستقلة للانتخابات وجاني قال لي مشكل كبير، كيفاش باش نعمل أنا توا حذرنا الانتخابات التشريعية منظمة وقع الإعلان عليها، كيفاش باش نعمل يعني انتخابات رئاسية في 90 يوم؟ راهو الأجل هذا ماهوش كافي، ما نجمش مستحيل. قلت له شخصيا 90 يوم لازم من فوتوش 90 يوم، خذ احتياطاتك اللازمة، إذا كان لازم اتفق مع سيد رئيس المحكمة الإدارية وأنا نعاونك في هذا باش الآجال معناها نحترموها ولكن في أن واحد نفاو العمل متاعنا في التاريخ المناسب. ما كانش مرتاح ولكن رجع لي من بعد باقتراح كونه نعملوا قانون، نغيروا القانون تاع الانتخابات ونسمحوا للمحكمة الإدارية كونه العمل يكون متواصل يوم السبت ويوم الأحد ما يقعش اعتبارهم أيام راحة، وكان الأمر كذلك. وجانا القانون وفعلا عديناه المجلس وقع يعني استعماله والاتجاه له. هذا من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية. أنت تمسكت بالتسعين يوم مهما كان العمل، لأنه هو قال لي نمدوا، فهمتني؟ قلت مستحيل أنا 90 يوم هذوكم وما زمناش نفوتوهم بيوم واحد يعني تطبيق القانون، واستمتنا استمات عملنا يعني شدينا صحيح في تاريخ 90 يوم، وفعلا كان الأمر كذلك. إلى جانب هذا كانت الإجراءات الإعداد لمواكب الدفن، ووقع كونا يعني استدعيت رئيس الحكومة والوزراء وزير الدفاع وزير
الوزراء اللي هم الأمر والمسؤولين فهمتني في الديوان رئاسة الجمهورية. عملنا يعني جلسة عمل في تنظيم موكب يعني الدفن، وخاصة أنه كنا متوقعين أن رؤساء دول كثير باش يجيوا، يلزم يستقبلوهم، يلزم يعني العملية تكون منظمة. في الأثناء في وسط الاجتماع هذايا بعد ما تفهمنا، أنا كنت حريص على جزئية، ولكن جزئية هامة كان الأمر كونه بعد الحفل متاع تقديم التعازي كان مش يعني يهزوا معنا الرئيس ويمشيوا به مباشرة للزلاز. اقترحت أنا كونه في القصر قبل من هزوا التابوت للزلاز تقع إن بروسيسيون، يقع فهمتني ولا مثلا متاع مئات الأمتار في وسط القصر الموكب دع الرئيس ورؤساء الدول اللي جاوا، نعطيهم فرصة باش يمشيوا وراء الزنازة متاع الرئيس، وهذا ما تم فعلا. إذا نضبطنا يعني الأمور متاع الإجراءات وانتقلت. سيد الرئيس، أنت وقتها كانت الحسرة متاع الشعب التونسي اللي حرموه من دفينة بورقيبة، وقت اللي الشعب حرموه من دفينة بورقيبة الشعب التونسي، أنت ما حبيتهاش تصير. وهذا كان في ضمن الاجتماع اتفاهمنا في تنظيم الموكب، كونه الموكب يتعدى الشارع على حبيب بورقيبة ونعمل وقفة فهمتني ولا لتحية وتقدير يعني للرئيس حبيب بورقيبة، وخاصة أن الشعب التونسي تحرم من جنازة وطنية. هذه أول جنازة وطنية لرئيس دولة، كان الشعب التونسي يتمنى هذا عندما توفى الرئيس بورقيبة، ما تمش هذا، ولهذا يعني تخليد ذكرى الرئيس حبيب بورقيبة، تفهمنا كونه تعداه على شارع حبيب بورقيبة وهذا ما تم. إذن بعد ما اتجهت أول مرة، أنا اتجه إلى قصر كارتاج، وقع استقبالي طرف البروتوكول وإجراءات فهمتي ولا متاع تحية العلم إلى آخره. شنو كان شعورك وانت تدخل البيرو بورقيبة؟ كنت وزير عند بورقيبة، كنت شعوري أنا تفكرت أنا وقت اللي مشيت وقت اللي شفت دخلت للمكتب تفكرت بورقيبة، على خاطر المكتب هذاك استقبلني فيه بورقيبة مرات عديدة، وأنا كنت وقتها وزير شؤون اجتماعية. عندما دخلت إلى المكتب تفكرت بورقيبة، تعرفت الرئيس، وتفكرت جلسات قمنا قعدنا فيها فهمتي ولا، ولكن صورة الرئيس الباجي قايد السمسي ما كانتش موجودة في المكتب. أنا شخصيا كان وقت اللي كان يستقبلني كرئيس مجلس نواب الشعب، وكان يستقبلني في قاعة الاستقبال بصفة رسمية، وكان دائما مصر على احترام الإجراءات يعني الدستورية، كان دائما يعني يقع طبعا إعلان دخولي نلقاه يعني وقف في العادة، كان وقفها فهمتني ولا يعني بامتياز، الفيستا كحلة ولا زرقة، كرافات رجلة، وهو فهمتني ولا نصبحوا بعد ما نقعدوا يعني دقائق على الكرسي حتى يقع التصوير وكذا، يخرج الكاميرامان ويخرج المصورين ونبدأ وقتها في الحديث أولا عن مواضيع الدولة، ونتحدث حتى في مواضيع أخرى احنا والأحداث الجارية. وكانت في الواقع قعدت مع الرئيس الباجي قايد السبسي كانت معناها ممتعة إلى أقصى درجة، لأنه كان لطيف، الناس كل تعرف هذا، كان بشوش، وكان يعجب الإنسان الجلس معه، يعجبه بالذكاء الحاد نتاعه، بالفطنة اللي عنده، وكذلك بالبشاشة والروح الهيومور، يعني روح النقطة الخفيفة. الروح أيوة النقطة الخفيفة فهمتني ولا. فنتحدثوا في الواقع، ونتحدثوا في المسائل السياسية،
ساعات نتحدث حتى في الماضي، لأنه من الحاجات اللي دائما القاعدة معاه نتفكر بورقيبة ونتحدث على بورقيبة ونتحدث على أيام بورقيبة ونتحدث وش يقول بورقيبة وكيفاش الموقف الفلاني في الموضوع الفلاني كيفاش كان إلى آخره. وكنا بالمناسبة نستعرض بعض فترات من المدة اللي عاشها الرئيس بورقيبة. كان يحب الرئيس وكان نفس النفسية ونفس الشعور وبالخصوص نفس الاهتمام بالوحدة الوطنية. نرجع إلى موكب بعد ما ضبطنا يعني الأمور، وتعرفت بالمناسبة على أعضاء ديوان الرئاسة، هم ما بدلت منهم حد، هم ناس أكفاء ويعرفوا يعني خدمتهم، وشفنا شنية المواضيع موجودة في البرنامج بتاع الرئيس. الحفر النصبي كان موكب رهيب، لأنه أول مناسبة نظهر فيها ونقوم فيها بدوري كرئيس دولة بالنيابة، ولكن رئيس دولة، لأن قمت ألقيت خطاب اللي هو معروف، وكان بشعور الحزن. كانت عائلة المرحوم موجودة، كان الحكومة كلها موجودة، وكانوا رؤساء الدول ورؤساء الحكومات كل موجودين، وكل القيادات تاع المنظمات الوطنية وتاع الأحزاب موجودة، بحيث كان موكب خاشع. لكن الجانب هذا كان التابوت نتاع رئيس الجمهورية كان موجود على المنصة ومغطي بالعلم. وعندما طلعت للمنصة باش نتكلم شعرت به بجنبي، وخطابة بتاعي الكلمة اللي لقيتها اتوجهت له كأنه حاضر بحذايا، لأن شعرت أنه حاضر. والكلمات اللي قلتها كانت من القلب. نحن عاجزون على توديعك يا رفيق دربي، سوف نواصل ما شرعنا فيه معا. بشعور الحزن، ولكن بشعور اللحظة التاريخية وقيمة اللحظة بالنسبة تقدير للشخص وتقدير للحضور وتقدير لتونس، وشعور مني أن الكلمة هذه هي معناها كلمة موجهة للشعب التونسي. وربما فكان واجب الالتزام بما يتطلب وجودي والكلمة بتاعي بحكم المسؤولية وبحكم الوقفة، هو اللي تغلب وخلاني تغلبت على شعور الحزن، وتغلبت حتى على الغصة اللي كانت من حين إلى آخر تحب تخرج. بعد هذا تمت معنا تقديم التعازي من طرف الضيوف، والبرنامج اللي ذكرته تم وكان ممتاز، لأنه تنقلته التلفزيات معناها حول العالم، وكان معناها مظهر في مستوى الحدث وفي مستوى شخصية الباجي قايد سبسي وفي مستوى قيمة تونس، لأن العالم الكل أكل موكب هذاك متاع خروج من القصر. وبعده حتى اللي وصلنا شارع بورقيبة، وكانت الناس معناها كبير، معناها الناس قاعدوا يستناو ساعتين وثلاثة ساعات في الشمس، في حرارة الشمس، بحيث كانت المظهر اللي ظهرت فيه تونس وظهر فيه الشعب التونسي كان مظهر قوي، مظهر عظيم تاع شعب عظيم. هالمدة هذه متاع 90 يوم اللي قضيتها في المجلس كانت فرصة ربما باش استقرار يعني البلاد و الأمن. الانتخابات ثلاثة انتخابات وقعت، فهمتني ولا، كانت يعني انتخابات آمنة، النظام يعني كان موجود، الحدود كانت محمية،
والأمور معناها بطبيعة الحال كنت باتصال مع الجيش، كنت باتصال مع الوزراء، كنت باتصال مع رئيس الحكومة زادة كذلك، وتعدت الأمور يعني في هدوء، وتعدت يعني الانتخابات تعدت، ولو أن نتائجها كانت فيها يعني مفاجآت كبيرة، ولكن مش الوقت تو باش نتحدث عليها، نتحدث عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله. نهار 23 أكتوبر كي سلمت السلطة للرئيس المنتخب الأستاذ قيس سعيد وخرجت من قصر كارتاج روحت للدار، كنت فرحان. وقع الإعلان عن النتائج وكان نجاح الرئيس قيس سعيد نجاح معناه باهر، وهذا هنيته استقبلته فهمتني يعني بالضبط بعد 90 يوم بالضبط كان يوم تسليم السلطة للرئيس الجديد، استقبلته وقعدنا يعني في جلسة مريحة فهمتني ولا مع بعضنا، وتسلم السلطة وعلمته بالمواضيع اللي هي موجودة. شنو هي المواضيع العادلة؟ لا مواضيع يعني مواضيع كان بعد باش يتبعها، ما عندناش مواضيع شائكة موجودة، لأن في المدة متاع الرئاسة كانت فما مثلا الندوة متاع الأمم المتحدة فهمتني، ولا كنت باش نمشي لها كرئيس فهمتني ولا، لكن ما 24 الظروف ما كانتش مواتية، وخيرت باش نبقى على هذا المكان، ما كانش عندنا مشاكل كبيرة، لكن كان تسليم معنا المهام فهمتني ولا في ظروف طيبة، وانتقلت المسؤولية والسلطة انتقلت بهدوء فهمتني. كان هذا بفضل يعني ما قام به رئيس الجمهورية الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، لأنه خلى جو يعني مريح، وإلى آخر درجة قام بكل ما يلزم باش يوحد الصفوف، ووحدها يوم مأتم الدفن فهمتني ولا، رأنا آخر في آخر يوم من حياته وحد التوانسة، لأن التوانسة خرجوا كلهم بالعلم التونسي، وكان يوم معناها حزن، ولكن في أن واحد كان يوم تاع إبراز الوحدة تاع التوانسة، وإبراز تعلق تونس التوانسة بتونس وبالوطن متاعهم الممثل في العلم، والرئيس الجمهورية المتوفي هو اللي كان الرمز متاع الوحدة الوطنية والرمز متاع تونس. سيد الرئيس، أخر مرة قابلت فيه سيد باجي وقتاش؟ سيد باجي نعرفوا بعضنا من الستينات، نعرفوا بعضنا كجيران، أنا كنت نسكن في سرامبو وهو يجي يصيف في سرامبو، فالعائلات عرفوا بعضهم والأولاد عرفوا بعضهم، وولت زيارات متبادلة، ولت صداقة، ولت زيارات بمناسبة الأعياد وبمناسبة الاحتفالات بالنسبة لزواج أبناه، وأنا كذلك حتى تكونت علاقة، لكن تقوت العلاقة هذه تقوت طبعا بانتسابنا للحزب، لأن كنا نتقابل في مناسبات في الحزب، وتقوت بالخصوص في الثمانينات عندما ولينا الاثنين أعضاء في الحكومة وأعضاء في الديوان السياسي، كنا متلازمين أكثر وتقوات أكثر معناها في بعد الثورة عندما جاء هو لرئاسة الحكومة، كنت أنا قبل سبقته ولكن بقيت في نفس الحكومة، وتطورت العلاقات من الوقت هذاك، وزادت تطورت بأحداث بالانتخابات التشريعية شاركت فيها، وبأحداث معناها نداء تونس اللي توليت نيابة الرئيس بتاعه، وتطورت وقعدت معناها تتطور، ولات يعني يومية وتكاد تكون يومية عندما كنا في نداء تونس، ومن بعد حتى عندما توليت رئاسة المجلس النواب الشعب كنا نتقابل يعني بكيفية يعني منتظمة ومتواصلة. كيفاش حسيت فيها في الأيام الأخيرة ولا في الأسابيع الأخيرة؟ كيفاش حسيتوا سيد باجي مقلق متحير؟ اي المده الاخيره السنه الاخيره تحير فيها وشعرته متالم،
شعرته بتألم ولو ما يبيحش ما يبيحش ما هوش من الناس اللي يبيح بسره وكان عنده من الشعور بالاعتزاز بالنفس وفي أن واحد سر الدولة بالنسبة لي هو مقدس سر الدولة كان دائما حتى كان تحدثوا راس وحدنا كان يخير يشير إلى الأمور وبالإشارة أكثر منه يجبد ما يجبدش إلى سامي بتاع الناس وما هوش من نوع على باش يجي يسب هذا ويقول هذا ولا هذا أما كنت شعرت بالألم بتاعه شعرت بالوحدة بتاعه شعرت بأنه في وقت صعيب مر من وقت صعيب ولكن كان تحمل ذلك بتحمل الشجعان قلت في وقت من الأوقات جبدنا على بوام يعني متاع قصيدة قصيدة متاع شاعر فرنساوي ألفريد دوفيني ألفريد دوفيني كان ينتسب إلى مجموعة من المؤلفين يسميوهم الستويسيان فهمت عندهم ينوهوا بقدرة الصبر وقدرة الإنسان العالي المستوى متاعه عالي قدرة تحمل المصائب وإلى النهاية ستويك ستويك سلباجي في وقت من الأوقات برز وظهر لي في مظهر إنسان ستويك لأنه كان يتحمل ولكن ما يقولش وما يتألمش حتى نهار كنا نتحدثوا راس على المجلس وكنت أنا وقتها كانت جلسة صاخبة جلسة قوية مرعبة كنت أترأسها وكان هو أنا شاف التلفزة عاد تحدثنا عليها وكان في موضوع مهم في موضوع سياسي مهم فهمتي فبعد ما تحدثنا وجينا خارجين وتحدثنا على الظروف تاع قانون كبير ومهم سياسي جاي شيع فيا فهمتي ولا قال لي كيف كاينه اخر واخويا اكبر هو اكبر مني فهمتني اخ الاكبر استحفظ على صحتك سي محمد جاتني انا جاتني يعني ابيات من شعر بتاع ألفريد دوفيني اللي تقول انه الانسان يلزم يقوم بالواجب بتاعه ويتحمل جميع الاعباء بتاعه حتى الواجب الحظ دزوا له يلزم يتحملوا حتى للاخر جاوبني هو بعد لانه فما في ابيات القصيده هذه فيها ابيات انا قلت بيت من الابيات في انرجيكمون تا لونغ لور دو تاش دون لا فوا او لو سور ا فولو تابلي قوم بالمهمه نتاعك فهمتني ولا في المكان اللي الظروف ادتك باش تتحمل جاوبني هو جملة أخرى في نفس كموا مور سون بارلي ومثلي أنا نهار اللي بتموت موت ولكن ما تكلمش هذا علاش خلاني في الكلمة اللي كتبتها في المجلة بتاعك أذكرت هذا وفكرني في الأمور دولو فكرني في النفسية هذه الشخصية بتاع البجي قايد السبسي اللي هو كان متألم ولكن كان شعر ومتحمل الألم متاعه لأن يرى هذيك القدرة وهذاك المكان متاعه وهذاك البخت متاعه وهذاك الشيء التاريخ كلفوا به ولكن في أن واحد كان ما يحبش يبوح ما يحبش يتكلم ما يحبش يتوجع فهمتني ولا وكان يوصي بهذا كان يتألم لأنه الناس اللي قربوا ليه والناس اللي عملنا نعطيهم ثقة ما كانوش في مستوى ثقة ما معناها في وقت من الأوقات فضلوا مصالحهم الشخصية وتجاوزوا الالتزامات الأخلاقية ربما اللي كانت تربطهم بسلباجي الشيء اللي كان يحلم به والوحدة اللي كان يحلم بها والتوجه اللي كان يريده
ما تحققش لأسباب فيها شخصي وفيها متنوعة، فهمتني ولا؟ شاركت فيها الناس القراب منه، وشاركت فيها الأحزاب ربما كان يعمل عليها، إلى غير ذلك من المعطيات اللي نتحدث فيها في مناسبة أخرى. إذا في كلمة واحدة ولا في جملة، كيفاش توصف سي الدجاجي؟ صورة البشاشة والذكاء والثقافة، رجل مثقف، رجل ذكي، ولكن رجل بما تم معنى الكلمة، وعنده من الشخصية الجذابة ما يجعل الناس تحبه، قاعدين الناس دائما يحبوه ويتألموا بفقدانه.